حسب البرنامج الذي تم تبنيه سيكون هذا الموقع الذي كان عاصمة غورنيميز الإمبراطورية الرومانية الكبيرة خلال ذلك الوقت في الأعوام القادمة سيكون ورشة بناء كبيرة ولكن ومكانا فريدا للتظاهرات. وفي إطار المشروع الذي أطلق عليه على أثر الأباطرة الرومانيين الذي يمتد على طول 600 كيلومتر ويشمل كافة المواقع الأثرية الرومانية في صربيا ابتداء من سريمسكا ميتوفيتسا وبلغراد وبيميناتسيوم وزايتشر ونيش وحتى بيانوفاتس سيتم بناء مئات الفنادق وسيكون بإمكان السياح قطع هذا الطريق بالدراجات الهوائية والسيارات أو بالمراكب المائية. وسيتم الانتهاء في بيميناتسيوم ذاتها من إقامة مركز العلوم والأبحاث والأعمال بقاعة المحاضرات التي تتسع إلى 12,000 مقعد، كما وسيتم الانتهاء من مبنى متحف تحت الأرض بمساحة تبلغ حوالي 1000 متر مربع الذي يعتبر واحدا من أحدثها في هذا الجزء من أوروبا، ومكتبة رومانية أصيلة ومائدة تقدم عليها الأطعمة التي تم تحضيرها مثل ما كانت تحضر في زمن الإمبراطورية الرومانية. وكل هذا جزء من التحضيرات لعام 2012 عندما ستكون بيميناتسيوم مضيفة للألعاب المتوسطية المسرحية. في بداية عصر المسيح في العقد الأول من القرن الأول قام الرومان عند ملتقى نهر مالافا بنهر الدانوب غير البعيد عن كوستولاس الحالية ببناء عاصمة مقاطعة غورنيميز، وكانت معقلا عسكريا هاما تتمركز فيه الفرقة العسكرية كلاوديا. هذه المدينة كانت قرابة 2000 سنة مدينة نائمة تحت طبقة من الأرض الزراعية حيث يسميها الخبراء ببومبي البلقان. الأبحاث الأثرية مستمرة منذ ما يقرب قرن من الزمن وتم تكثيفها ابتداء من عام 2000، وكانت بيميناتسيوم خلال 6 قرون من تاريخها الطويل مقرا للتجارة للجزء الأكبر من الإمبراطورية، وكانت توجد بهذا الحرف والفنون المتطورة، وإنما يشهد على ذلك تلك المواد التي عثر عليها في المعامل. ويقول المؤرخون أنه عثر فيها في القرن الرابع على أجمل الفسيفساء، وفي إحدى المقابر وجدت صورة أغلب الظن أنها ربما تكون أجمل وأقدم رسم من بين الرسوم المسيحية المختزلة التي تبين بالذات الإمبراطور قسطنطين قبيل المعركة مع ماكسينسي. لقد كان ازدهار المدينة بشكل كامل حيث الشوارع الأنيقة والميادين والمحال التجارية والمسارح والحمامات وخطوط إمدادات المياه في بداية القرن الثالث. وقدم إليها الكثير من أباطرة روما، وقد حصلت المدينة في زمن غورديان على وضعية الجارية وعلى حق سك النقود، وفي وقت متأخر بعض الشيء كانت مقرا للأبرشية، ويسجل التاريخ أنها دمرت في القرن الخامس بمجيء الهون إلى تلك المناطق. الموقع الأثري قريب من مدينة بوجاريفس الواقعة تقريبا بمحاذاة ضفة نهر الدانوب يمثل أغنى مجموعة للفسيفساء الرومانية، وفي ذلك الموقع جرى البحث في أكثر من 13,000 قبر وعثر على 30,000 قطعة أثرية من بينها حوالي 700 قطعة من الذهب والفضة. كما ويعتبر اكتشاف الضريح الذي دفن فيه الإمبراطور الروماني هوسيتليان غاية في الأهمية، وأن كل تنقيب جديد في هذا الموقع يؤكد أن الأمر يتعلق بأحد أهم المواقع الأثرية في جنوب شرق أوروبا. لقد تم اكتشاف بيميناتسيوم إحدى المحطات على طريق الأباطرة الرومان عبر صربيا، وهي مدينة قديمة شأنها شأن العديد من المدن في صربيا تم اكتشافها بفضل إنشاء مدن جديدة. ولكن على أي حال فإن قريتي ستارا كوستولاس وديرمنو ولا زالتا قابعتين على بقايا أثار بيميناتسيوم التي لم يتم التنقيب فيها إلا بنسبة 3%، وبانتهاء الأعمال المخططة سيصبح موقع بيميناتسيوم الأثري في متناول السياح وغيرهم من عشاق الطبيعة الذين يرغبون مشاهدة المناطق الجذابة المحاذية للدانوب التي كانت لقرون وجهة يقصدها حكام الرومان المشهورين.